أنا بصاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر وزيرة الصحة سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح لحضور حفل التخريج العاشر لطلبة التمريض والدراسات العليا من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية. وقد شهدت جامعة البحرين الطبية تخريج 85 طالب وطالبة من الحاصلين على تخصصات التمريض. ونقلت سعادة وزيرة الصحة نائبة راعي الحفل تهاني وتبريكات سموه رئيس الوزراء إلى الخريجين، مشيدة برعاية سموه لهذا الحفل بما يؤكد دعم سموه للمسيرة التعليمية والصحية في البحرين. وأكدت وزيرة الصحة على اهتمام الحكومة على اهتمامها بالقطاع الصحي في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى تنمية الكوادر الطبية البحرينية وتأهيلها تعليميا وتدريبيا وفق أحدث الأساليب العالمية. وأشادت بالدور الذي تقوم به الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا في رفد القطاع الطبي في مملكة البحرين بخريجين يتمتعون بمستوى علمي رفيع بفضل ما تضمه الكلية من خبرات وكوادر طبية عالمية رائدة. إلى جانب تخريج الفوج العاشر من الأطباء الذين أنهوا متطلبات جامعة البحرين الطبية التابعة للكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، نشهد أيضا تخريج ممرضي وممرضات منحت لهم درجة البكالوريوس في التمريض، كما حصل طلاب آخرون على درجة الماجستير في التمريض بعد سنوات من الدراسة المجدة لنحتفي بتخريجهم لهذا العام. هذه السنة تقريبا الخريجين حوالي 72 طالب وطالبة، وأيضا في حوالي 15 طالبة وطالب في الدراسات العليا في مجال التمريض. معظم هؤلاء الطلبة هم مدعومين من قبل تمكين، وحقيقة نحن فخورين بمستوى هؤلاء الطلبة. في عندنا توجهات الآن إلى فتح برامج تخصصية في مجال التمريض، مثلا ماجستير في الرعاية الصحية، ماجستير في العناية الحثيثة، وأيضا في السكري، وهذه وأيضا في مجال السرطان. هذا الحفل يعد تكريما لجميع الخريجين الذين بذلوا مزيدا من الجد والاجتهاد ليعبروا من خلاله عن مشاعر فرحهم بكلمات نسجتها مشاعر الفرح والسرور. أنا وايد مستانسة وسعيدة بهاي الإنجاز اللي وصلنا له أنا وزملائي الطلبة في هاي اليوم، وهاي عد شرف لنا أن احنا نرتقي بالشيء اللي ندرسه، وإن شاء الله نكمل على هاي الدرب مستقبلا، ونطمح أن احنا دائما نرتقي بمهنتنا التمريض. شعوري عن هاليوم ما ينوصف صراحة، نهاية مشوار 4 سنوات شيء مو بسهل، بس الحمد لله الحمد لله إنه وصلنا لهالمرحلة وأخيرا بنتخرج، فلحين مو مصدقة إن إحنا خلاص بنتخرج اليوم. وجيت أتعلم هو ماجستير والحمد لله تخلصت وخرجت. أكيد سعيد بالدراسة هنا وكانت كتير زين ورواق. سنوات من الدراسة اجتازها الخريجون لينقلوا ما جنوه من علوم ودراية نحو التطبيق العملي لتحقيق إضافة مهمة وقوية لمجال التمريض في مملكة البحرين، والإسهام في تعزيز الخدمات التمريضية التي تقدم لكل المرضى سواء في المرافق الصحية الحكومية أو الخاصة. تخريج الفوج العاشر من الممرضين والممرضات يعكس دور الجامعة في رفد القطاع الطبي في مملكة البحرين بخريجين ليتمتعون بمستوى علمي رفيع بفضل ما تضمه الجامعة من كوادر طبية عالية المستوى. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.